السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من تشييع المهندس محمد عبد المجيد عبد الرزاق الدروية من مقبرة سلواد الجديدة في منطقة فرعانة. شكرا لكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. السلام. كيف الحال؟ الحمد لله. بشوف لا لا سهلة. شوف لنا لعبة. يا الله. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك خالي. بارك فيك ربنا. بجيب الدبيت مباشر ما قدرتش. ما رضيش يحمل معي مباشر. الظاهر انه هذا بصور. منيح من جميع الجهات. تساعدك هذه الموقع. تساعدني الله بجد الخير. ما شاء الله شاء الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. هلا بيك. الله سبحانه وتعالى يخاصم حبيبه المصطفى: إنك ميت وإنهم ميتون. ويقول الله عز وجل لهذه البشرية: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أيها الكرام، في هذه الأوقات العصيبة التي يغادر فيها الناس حبيبهم وقريبهم وأخاهم، علينا أن نتذكر أن وعد الله حق، وأن ما نقدمه في هذه الدنيا سنلاقيه ابتداء من هذه اللحظات التي نوضع فيها تحت التراب. فمن ترك صلاته وصيامه وزكاة ماله وحج كعبة الله عز وجل فلينتبه، ومن ظلم الناس فلينتبه، ومن ظلم نفسه وأتبعها هواها فلينتبه.
فإن أجل الله قريب وإن عملك ستلاقيه. أيها الكرام، واسمحوا لي أن نعيش تحت ظلال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي صح عنه أنه قال: لا تذكروا موتاكم إلا بخير. وإن جوانب الخير في ميتنا هذا العم أبو بشار رحمة الله عليه كثيرة. إن الناظر في سيرة حياته والمتتبع لقصصه لا يجد فيها من الخير ما يجد، فكان منذ نعومة أظفاره راغبا في العلم محبا له، حتى تفوق وحاز على أعلى الدرجات العلمية. وكان رحمة الله عليه من أوائل من شارك الأنشطة الاجتماعية والرياضية في هذه البلدة، فشارك في نادي سلواد الذي افتتح عام 50-51 من القرن الماضي، ولكن علمه ونشاطه هذا لم يمنعه عن أن يقدم ما يستطيع في قضيته الفلسطينية، حيث إنه دعا في العام 82 إلى مؤازرة المقاومة في لبنان، ومقاومة هذا المحتل الغاصب الغاشم، وهذا سبب له العديد من التحولات. أيها الكرام، كما أنه أتقن عمله وأجاد فيه وأحسن حتى بلغ أرفع الوظائف والأماكن في الأماكن التي ذهب إليها، ولكنه رغب أن يعود إلى هذه البلاد وأن يقدم ما يستطيع من جهد فيها. فكان رئيساً لبلدية بلدتنا لفترة ليست قصيرة، ثم إنه كان واحداً من أعمدة لجنة الإصلاح في قريتنا، وشهد له فيها بالخير والصلاح وعدم المحاباة هنا أو هناك ومحاولة إحقاق الحق. وكان رحمة الله عليه هادئاً ساكناً حينما يثور الخصوم ويتعامل مع المسائل بروية وحكمة. والله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. أيها الكرام، إن مناقب هذا الرجل كثيرة وجوانب الخير فيه عظيمة، نسأل الله عز وجل أن يغفر له بها وأن يغفر له بعطفه عز وجل وفضله. وآخرها أنه صبر على ما ابتلاه الله به من مرض، وإنا ندرك نحن معشر المسلمين أن الله عز وجل إذا أحب عبدا ابتلاه وسلط عليه من الأمراض بحيث يصبر حتى يبلغ درجته في الجنة. وأختم أيها الكرام دعوة لأولاده وأقاربه ومحبيه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله فقال: يا رسول الله، ألي أبوي علي من برنا برهما به بعد وفاتهما؟ قال: نعم، تدعو لهما وتتصدق عنهما وتصل رحمهما وتزور صديقهما، فهذه أفعال تصل بإذن الله من الناس إلى الميت. نسأل الله العلي القدير أن يتغمد فقيدكم فقيدنا بكامل رحماته. اللهم وسع مدخله وأكرم نزله واغفر ذنبه وارحم ضعفه واجبر كسره. اللهم اجعله مع النبيين والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وحالا خيرا من حاله، وأهلا خيرا من أهله، وجيرانا خيرا من جيرانه. اللهم كن معه ووفقه في سؤاله. اللهم يا أكرم الأكرمين، اجعل معه أعماله الصالحة وأقصي عنه أعماله الطالحة. اللهم اجعله في روضة من رياض الجنة، ولا تجعله في رتبة من سقر النار. وصبر اللهم أهله على فراقه. اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد. اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض. Allah
كيف حالك ابو انس؟ حبيبي طول عمرك، عظم الله اجركم، الله يرحم العم ابو بشار ويجعل مثواه الجنه. اللهم امين. كنا عند عم ابو بشار. Thank you.